السلام عليكم، انا محمد عادل. لما فكرت ايه المحتوى اللي ممكن اقدمه على الانترنت في المجال بتاعي اللي هو ماده اللغه الانجليزيه، الموضوع ما خدش وقت طويل. احنا عندنا 4 مين سكيلز، 4 مهارات رئيسيه، اللي هم سبيكينج، ليسننج، ريدينج، اند رايتينج. وبالرغم من ان المهارات دي مترتبه حسب الاولويه بتاعتها، الا ان اغلب الناس المتفوقين في اللغه بيبقوا كويسين جدا في الريدينج والرايتينج، وبيبقى مستواهم تحت المتوسط في السبيكينج والليسننج. وده بيرجع لحاجات كتير زي طرق التدريس اللي بندرس بيها في الفصول، زي المساحة الزمنية بتاعت الحصة، وزي عدد الطلاب اللي بيبقوا موجودين في الفصل. وده مش مجالنا اللي احنا نتكلم فيه. انا نويت ان شاء الله ان انا اعمل سلسلة فيديوهات اشرح فيها الفونيم بتاع اللغة. يعني ايه فونيم؟ الفونيم ده هو الوحدة الصوتية. يعني احنا مثلا بناخد طول عمرنا A, B, C, D, E, F اللي هي الليترز بتاعت اللغة، الحروف. ويجي الطالب لما بياخد حرف زي السي مثلا، بياخد عليه مثال كات، هيبقى هو الحرف احنا بنقوله سي وهو الكلمة كات، ويستغرب ويسأل والده ووالدته والمدرس بتاعه احنا ليه بنقول الحرف سي وبننطقه ك. وطبعا الإجابة الأزلية على الموضوع دوت هي كده، احفظها كده، هي لغتهم، وبنبقى بنقول كده واحنا متوقعين ان هي اجابة كافية، يعني المفروض ان هو يقتنع. بس في الحقيقة ان هم زي ما هم 26 letters، 26 حرف، بيبقى ليهم 44 فونيم، 44 وحدة صوتية. يعني مثلا حرف السي زي ما قلنا ممكن يتنطق ك، كات. لو جاء بعده اي او اي او واي بيتنطق سي زي السيلينج. لو جاء بعده اتش ممكن يتنطق شف، ش. ممكن يتنطق تش، تشير. ممكن يتنطق برضو مع السي اتش ك زي اركيتكت. هي دي الفونيمز اللي انا ان شاء الله هعمل عليها سلسلة الفيديوهات، ونحاول نحسن مع بعض نطق الوحدة الصوتية، الفونيم نفسه، عشان نقدر ننطق الكلمة صح، وبالتالي ننطق الجملة صح، والليسننج بتاعنا نفسه يبقى أفضل. ياريت لو حد مهتم نعمل بقى لايكس، شيرز، سبسكرايبس، عشان الموضوع يوصل لأكبر عدد من المهتمين بيه. وفي النهاية أحب أقول إن أنا مؤمن تماما بأن أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأسأل الله أن يكون الحاجات اللي بنعملها ديت من ضمن ما ينفع الناس. شكرا. وأنا مقتنع أن أما الذهب، أما الذهب والله العظيم، أما الزبد